كل واحد تستطيع تعرف الجهه هذا لك والوالدين. سيدي زهير البطار، هل الادب مقدم على العلم كما قال الامام الشافعي؟ يا اخي الفاضل، الاثنين قرناء يا اخي العزيز. الله، قرناء، الاثنين قرناء، الادب والعلم. ربنا يجعلنا من اهل الادب والعلم ان شاء الله. ربنا يغفر لك. يعني لو جاك واحد عالم واحد مؤدب، ماذا تقدم؟ المؤدب يعني بخلقا، يعني تقصد؟ إيه؟ لا يا اخي الفاضل، العالم اخي الفاضل هو بطبيعته مؤدب. العلم بيأدب الناس، وما صار عالم الا بعد ما تأدب يا اخي الفاضل واثر فيه العلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله، ما في شيء، في فرق كبير يا اخي العزيز. كل ما ازداد علم الانسان كل ما ازداد ايمان. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، والله ويزيد الله الذين آمنوا إيمانا. ربنا يهديك ويزيدك. آمين آمين. جزاك الله خير على سيدي. آمين آمين. جزاك الله خير. والديكم على سيدي. يغمدهم ويسع رحمته. آمين آمين. ولدك طيبة، ربنا يغفر لوالدك. آمين آمين. جزاك الله خير سيدي الأستاذ الرفاعي وزين آمين. شيخ الطريقة الرفاعية السويس. شكرا سيدي. أنت جدك علي الخطان؟ لا، هذاك صديق الوالد الله يرحمه، ابو بدر علي عبد الله العلي المطوع. مش نصيبه، مش ابوك ماخذ من القطان؟ لا، الوالد كان ماخذ واحده من الاسنان، والوالده الاسنان، وواحده الوالده ام ياسين رفاعي، والوالده رابحه الخطيب. بس هو القطان ناسب عبد الله العلي المطوع، ناسب علي القطان الله يرحمه. الشيخ علي القطان الشامي. علي المطوع. ايوه الله يرحمه. امين امين. غمدوا ويسع رحمه. عشرت هذول الناس الافاضل، ناس افاضل الله يرحمهم ويغمدهم ويسع رحمته. امين امين. شكرا سيدي. الفاتحه على روحهم جميعا. ربنا يرحم والديك وروحهم. الحمد لله، بسم الله، الحمد لله رب العالمين. امين امين. ارحمهم جميعا. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط انت منو شيخك سيدي؟ ها؟ منو شيخك؟ شيخي؟ ايه والله شيخي في الكتب اخي الفاضل. الله، الكتب شيخ، تقرا مثلا الامام الشافعي وتلذذ بكلامه باشعاره. ها؟ فخذ مثلا من اشعار الشيخ الشافعي، الامام الشافعي رضي الله عنه، ايش بيقول؟ لما عفوت ولم احقد على احد، أرحت نفسي من هم العداوات، وحي عدوي عند رؤيته كأنما ما هلا سيدي بالمحبات. بسم الله. وقصيته دع الأيام تفعل ما تشاء. والله الوالد كان هاي معلقها بديوانه. ايه، أنا أخذت نسخة منه. هو ويوسف أحمد جمال. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. شوف كلامك جواهر. وكن رجلا على الأهوال جلدا، شيمتك السماحة والسخاء. اي والله، تغطي بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء. الحمد لله، ربنا يجعلنا ممن يتبع رسول الله وعلى الإمام الأفاضل. حياك الله سيدي. ربنا يشرح صدرك. امين امين. وهذه الهمه مقتدوا فيهم ان شاء الله، يصير لك مريدين. هذه القصيده فضحها بورق. هي لا الحين موجوده. شكرا سيدي. ايه.